طيب الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نشرة أخبار ثامنة على قناة الموريتانية. رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلادنا. الشؤون الاقتصادية والتنمية ينظم يوما إعلاميا لتحسيس حول مؤشر تعاطي الأعمال دون بزنس والتقدم الذي حققته بلادنا في هذا المؤشر. إصابة عدد من الفلسطينيين اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال شهدتها بعض المدن الفلسطينية. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سفيرين جديدين لكل من جمهورية أنغولا وجمهورية رومانيا. جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور السادة خديجة منتنبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم والمرزوق مستشار برئاسة الجمهورية، عبد القادر محمد أحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. تقرير الشيخ زين الاسم. تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد صاحب السعادة السيد أنطونيو خوسي كودينيس دي كارفالو بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية أنغولا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدبلوماسي الأنغولي بلقاء تناول العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. وأدلى السفير الأنغولي بعيد اللقاء بتصريح أوضح فيه أنه استعرض مع فخامة رئيس الجمهورية خلال هذا الاستقبال أوضاع الجالية الموريتانية المقيمة في أنغولا وقضايا اقتصادية وأخرى تهم البلدين على الصعيد الدولي. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أوراق اعتماد سعادة السيدة سيمونا ماريبانا لوان بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لجمهورية رومانيا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدبلوماسية الرومانية بلقاء تناول العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. وأدلت السفيرة الرومانية بتصريح قالت فيه إن رئيس الجمهورية شرفها كثيرا بتسلم أوراق اعتمادها، مشيرة إلى أنها تمكنت خلال اللقاء بسيادته من استعراض التعاون بين البلدين. وأوضحت أن بلدها نفذ الكثير من المشاريع في موريتانيا خلال الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وأضافت أن رومانيا بصدد استئناف هذا التعاون والتعرف على المجالات الحيوية للنهوض به، مبرزة أن الكثير من الأطر الموريتانيين تعلموا اللغة الرومانية ودرسوا بجامعات ومعاهد في هذا البلد. كما تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من الكونفدرالية السويسرية وجمهورية البيرو ومملكة النرويج. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة خديجة منتنبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم والمرزوق مستشار برئاسة الجمهورية، عبد القادر محمد أحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. سيد أحمد والكبار. احتضن القصر الرئاسي بنواكشوط مراسم حفل تسليم أوراق اعتماد سعادة السيدة دامار شميت تارتاكلي بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لكونفدرالية سويسرا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدبلوماسية السويسرية بلقاء تناول العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. وأدرت السفيرة السويسرية
لقناة الموريتانية قالت فيه إنها سعيدة جدا بتقديم أوراق اعتمادها لفخامة رئيس الجمهورية بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة للحكومة السويسرية لدى موريتانيا. وأبرزت أن سويسرا ترتبط بعلاقات ثنائية جيدة جدا مع موريتانيا وهناك إمكانيات كبيرة لتطويرها متعهدة بالعمل على ذلك خلال مأموريتها. وذكرت السفيرة الجديدة بأن بلادها اعترفت بموريتانيا غداة الاستقلال وظل البلدان يرتبطان بعلاقات دبلوماسية لم تنقطع منذ 1961. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أوراق اعتماد سعادة السيد كارلوس فلاسكو مانديولا بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية البيرو لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدبلوماسية البيروفي بلقاء تناول العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. وأدرى السفير البيروفي بعد اللقاء بتصريح لقناة الموريتانية قال فيه إنه تشرف بتقديم أوراق اعتماده سفيرا للبيرو إلى رئيس الجمهورية مبرزا أنه نقل إلى فخامته تحيات وتمنيات نظيره البيروفي وأن سيادة الرئيس حمله برسالة مماثلة. وأضاف أنه تمكن خلال اللقاء من استعراض التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي قطاعي الزراعة والصيد البحري على وجه الخصوص. وقال إن هناك شركات ومجموعات بيروفية مهتمة بالاستثمار في موريتانيا وبتقاسم الخبرة الفنية لتطوير هذين القطاعين والنهوض بالتعاون في المجال الفني. وقال إن هناك مقترح اتفاق إطار للتعاون الفني سلم للوزيرة المنتدبة بغية التشاور والتوقيع عليه خلال الأشهر المقبلة. كما تم اقتراح اتفاق آخر حول إعفاء الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة بين البلدين لتسهيل الاتصالات بين السلطات في البلدين تعزيزا لروابط الصداقة والتعاون. وأبرز السفير الجديد سعادته بوجوده في موريتانيا التي قال إنها دولة عظيمة وتنمو بشكل مطرد وتحظى بالثقة وتبذل جهودا كبيرة للقضاء على الفقر وتنتهج سياسة موفقة في المجال الاجتماعي الذي أعرب عن رغبة بلاده في تبادل التجارب فيه مع موريتانيا. وتسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أوراق اعتماد سعادة السيد آرك جوستين نورهيم بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لمملكة النرويج لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدبلوماسية النرويجية بلقاء تناول العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. وأدلى السفير النرويجي بعد اللقاء بتصريح لقناة الموريتانية قال فيه إنه تمكن من إجراء لقاء طيب ومثمر مع فخامة رئيس الجمهورية واستعرض مع سيادته العلاقات الطيبة جدا بين موريتانيا والنرويج. وأضاف أن اللقاء تناول كذلك إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو الأفضل وفي مجال الصيد البحري وقطاعات أخرى من ضمنها قطاع النفط. تعد قناة الموريتانية سلسلة تقارير حول رموز الاستقلال الوطني، ويعتبر العلم الوطني أحد أهم مرتكزات السيادة الوطنية، وتشكل اختيار ألوان وشكل العلم مرحلة مهمة في تأسيس الدولة الموريتانية وإعلان استقلالها عن المستعمر. قصة العلم الوطني في تقرير لالة فاطمة مت البشير. اختلاف أحدنا عن الآخر هو ما يمنحنا فرادتنا، واستيعابنا لبعضنا البعض هو ما أكسبنا فهما أفضل لواقعنا. كثيرة هي الأشياء التي كانت سببا في جمعنا، وفي عام 1959 كنا على موعد مع تاريخ جديد حين اخترنا علما يوحدنا، نرى ذواتنا فيه وتتحد سواعدنا للذود عنه. الذي نلحظه أن ثقافة الرمز، رمز الوطني اللي هو العلم الوطني ورمزية الاستقلال، لا تزال كثقافة قاصرة، وذلك يعود لمجموعة أسباب من أهمها في تقديرنا هو على أن المدارس لم تقم بما يجب أن يلزم لترسيخ وقيمة وفهم معنى الاستقلال. هذا من جانب. جانب الثاني، ما هو العلم الوطني كرمز للاستقلال؟ العلم الوطني يلت حد بقدع يحترمه، يلت ما يخليه يعود طايح تحت، لا يخليه يعود مايل، ولا يخليه يعود يلت يعود، يخليه يعود دائما مرفرف الفوق عالي في السماء، به اللي الوطن فوق كامل وفوق كل اعتبار. ترتسم في وسط علمنا الأخضر نجمة صفراء خماسية يحيط بجوانبها هلال أصفر، هي رموز تؤكد ارتباطنا بهويتنا الحضارية، كما تؤكد تمسكنا قبل أي شيء آخر بثوابت عقيدتنا وانتمائنا لدين واحد مهما تعددت الخلفيات الثقافية. العلم الوطني مثل مجد الأمة الموريتانية، العلم الموريتاني يمثل الخضرة وهي
نابعة من جذور الدولة الإسلامية القديمة. نجمة الهلال عبارة عن شعار الإسلام، وحد شافها ترافق في جميع المؤسسات الوطنية يعرف أن موريتانيين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال هذه الدولة المجيدة. العلم بالنسبة للدول كاملة يرمز باختصار الوحدة، يعني حوزة ترابية والقيمها الشرف والإخاء العدالة بالنسبة نحن قيمنا نحن، وهو يعني نجمة عندها يعني عندها رمز كيف الإسلام واللون الأخضر كذلك برمزه. يعني الهدف الحقيقي وراء 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 كل علم هو يعني طابع إيدانتيته، يعني هوية دولة ندار طريقة مختصرة ذاك المربع ولا المستطيل مع ذوك العلم والهلال والنجمة واللون، يعني يعطيك طريقة مختصرة شن هي الدولة. يحرك العلم الوطني بأنفسنا أكثر من معنى وقيمة، فبالأمس كان حصننا المنيع الذي التحمنا حوله من أجل بناء صرح الدولة، واليوم وبعد أكثر من 50 عام لا نزال نرى فيه صورة لمستقبلنا الذي ما فتئت أنفسنا تهفو إليه. استقبل رئيس مجلس الشيوخ السيد محمد الحسن ولي الحاج صباح اليوم بمكتبه في نواكشوط سعادة السيدة داماراش شميث تارتاكالي سفيرة كونفدرالية سويسرا لدى موريتانيا، وتناول اللقاء التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجال البرلماني. نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم في نواكشوط يوما إعلاميا حول تقرير البنك الدولي المتعلق بمؤشر تعاطي الأعمال في عام 2015 وآفاق 2016. وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن تقرير تعاطي الأعمال يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأمم. تتمحور أعمال هذا اللقاء التحسيسي حول محتوى تقرير دوينغ بيزنس 2016 وخارطة الطريق المحينة للإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في موريتانيا. إن النتائج التي تحققت في إطار تنفيذ خارطة الطريق تعبر عن مدى التقدم الكبير بمؤشرات تعاطي الأعمال في بلادنا، ومع ذلك تبقى السلطات العمومية على قناعة بأن هذه النتائج يجب أن تشكل حافزاً على إجراء المزيد من الإصلاحات وتوطيد المكاسب، حيث أن الترتيب بموجب تصنيف تعاطي الأعمال في بلد يعبر عن مكانته في مناسبة تدور بين 189 اقتصاد. الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد غاستون سورغو هنأ الحكومة والقطاع الخاص بتصنيف موريتانيا ضمن 10 دول الأكثر تنفيذاً للإصلاحات على مستوى العالم، وأعرب عن التزام البنك الدولي بمواصلة دعم مسار الإصلاحات الذي تنتهجه الحكومة. رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا أعرب بدورهما عن سعادتهما بهذا الإنجاز، وحث الحكومة على بذل المزيد وعلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا وقد عقد مدير ترقية القطاع الخاص السيد أحمد دولعلي رفقة ممثل البنك الدولي المقيم وممثله في السنغال مؤتمرا صحفيا لشرح أهمية هذا الحدث وإطلاع الصحافة على انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني، كما قدمت ردود شافية على استشكالات الصحفيين المتعلقة بالموضوع. وقد تبين بل بين تقرير البنك الدولي حول تعاطي الأعمال تقدم تصنيف بلادنا في هذا المؤشر ب8 نقاط خلال سنتين، حيث انتقلت من الرتبة 176 إلى 168. نتابع ورقة فنية حول هذا المؤشر ومدى اعتماده في الدراسات المتعلقة بتقدم اقتصاديات البلدان. مناخ الاستثمار في موريتانيا بخير ويتحسن باطراد، هذا ما خلص إليه تقرير دوينغ بيزنس 2016 الصادر عن البنك الدولي، والذي صنف موريتانيا 5 ضمن 10 دول هي الأكثر تنفيذا للإصلاحات على مستوى العالم. هذا المؤشر يكتسي أهمية عالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم،
باعتبار أنه يعكس رؤية القطاع الخاص ومدافقته بالإدارة من خلال 10 مؤشرات تتعلق بإنشاء الشركات ومنح رخص البناء ومد الكهرباء ونقل الملكية والحصول على القروض وحماية المستثمرين الصغار ودفع الرسوم والضرائب والمساهمات الاجتماعية والتجارة العابرة للحدود وتنفيذ العقود وكذلك تسوية العجز عن التسديد على مستوى 189 دولة في العالم. تقرير دوينغ بيزنس الذي استعرضه الخبراء خلال هذا اليوم التحسيسي الذي نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية لتسليط الضوء على هذا الحدث الاستثنائي يوضح أن موريتانيا ارتفعت من المرتبة 176 سنة 2015 إلى المرتبة 268 عام 2016 أي بارتفاع 8 نقاط. هذا الارتفاع الملحوظ والتحسن في مناخ الأعمال ما كان ليتأتى لولا العمل الجبار والإصلاحات الهيكلية التي أقرتها القطاعات المعنية وفق شراكة فعالة مع القطاع الخاص. ولعل من أهم هذه الإصلاحات مراجعة مدونة الصفقات العمومية واعتماد استراتيجية لمحاربة الفساد واعتماد مدونة جديدة للاستثمار وإنشاء منطقة واديب الحرة ومراجعة مدونة التجارة وكذا إنشاء شباك موحد لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات من بين أمور أخرى. وعلى الصعيد الاستراتيجي اعتمدت الحكومة استراتيجية عشرية لتنمية القطاع الخاص للفترة 2015-2025 تتمحور حول تحسين تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص وخصوصا المقاولات المتوسطة والصغيرة وتحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاحات المرتقبة يقوم على تنفيذها مختلف القطاعات المعنية وتشرف على تنسيقها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص. وحتى تتعزز مساهمة القطاع الخاص وأداؤه الاقتصادي كشريك مميز وفاعل للقطاع العام في المرحلة المقبلة سارع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين إلى طرح العديد من المشاكل التي قد يسهم حلها في إنعاش قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. إن أهمية هذا الحدث لا يعادلها سوى ضرورة تفعيل التشاور بين الدولة والقطاع الخاص بوصفه المحرك الحقيقي للنمو والعمل على جني ثمار المزايا العديدة والمتنوعة التي يوفرها التكامل بين القطاعين العام والخاص. إني على يقين من أن النقاشات التي ستتخلل فعاليات هذا اليوم الإعلامي ستمكن من تشاور مهني يفضي إلى تمكين المشاركين وبالتالي الفاعلين من تبادل موضوعي لوجهات النظر حول قضايا محورية في العملية التنموية. هذا وستتركز جهود الحكومة في المرحلة القادمة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات ومشاريع البنى التحتية وتعزيز مكانة القطاع الخاص إذ بدون قطاع خاص فعال لا وجود للتنمية. أدى وزير المياه والصرف الصحي صباح اليوم زيارة تفقد لإشغال مشروع أفطوط الساحلي لتزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب، وقد اطلع السيد الوزير على سير الأشغال الجارية في أجزاء متعددة من مختلف مقاطعات العاصمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة. استهل وزير المياه والصرف الصحي زيارته التفقدية بالاطلاع ميدانيا على تقدم أشغال مشروع أفطوط الساحلي لتزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب، واستمع الوزير من القائمين على أشغال الجزء 7 في الترحيل إلى شروح مفصلة تناولت المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا الجزء. كما عين الوزير الأشغال الجارية في الأجزاء 6 و 3 و 4 في عرفات الرياض الميناء تفرغزين وتيارت، وهنا استمع الوزير إلى شروح عن المراحل التي تم تنفيذها على أرض الواقع. وفي شبكة توزيع المياه الخاصة بجامعة نواكشوط الجديدة اطلع الوزير على مختلف المراحل التي تم قطعها في هذه الشبكة. شفت جميع الأجزاء انطلاقا من الترحيل ولاحظت أن الأعمال فيها شيء ما وافي، والله متقدم، والله فاخر متأخر، والله ما فات بدأ. وبصفة عامة راجين الأعمال ينتهوا في الشبكة قبل نهاية 2016. تعرفون توزيع المياه في مدينة نواكشوط وخاصة ذي الحنفيات اللي تزود الصهاريج
عاطية منظر سيء لمدينة نير جميلة، وبالتالي قبلنا قرار أن لا نحول هذه الصهاريج على طريق نوايبو والميناء وتوجنين، وتأكد أن الجانب اللي يتعلق بشركة المياه الآن صبحوا جاهزية. وبعد هذه الزيارة التفقدية عقد الوزير اجتماعا مع ممثل الشركات المكلفة بإنجاز الأجزاء الخاصة بمدينة نواكشوط، حثهم فيه على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير الماء الشرب في مختلف أحياء العاصمة. ولتزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب وسد حاجة سكان من الماء الصالح للشرب، طبعا يقوم مشروع أفطوط الساحلي بمد شبكات توزيع المائية في عدة أحياء من العاصمة من أجل إيصال الخدمة إلى المواطنين. مشروع أفطوط الساحلي لتزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب من النهر، الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ ومراقبة شبكات توزيع المياه في العاصمة، يسعى إلى توفير الشبكات المائية في مختلف الأحياء بغية تسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمة الضرورية. نسبة التقدم فيه اليوم وصلت لحوالي 67% مقارنة مع هذا اللي كان مخصص في الصفقة الأصلية، ونسبة 23% بالنسبة لدراسات التنفيذ. الآن الشركة تطرح حوالي 1000 ناطر لليوم، جميع الأنابيب تم طرحها والآن في مرحلة التوصيلات المنزلية. ويأتي تنفيذ هذه المشاريع التنموية في إطار العناية التي تليها الدولة للمواطنين خاصة القاطنين منهم في الأحياء النائية من العاصمة، تجلى ذلك في إنشاء عدة شبكات حديثة توفر الماء الشرب لسكان هذه الأحياء. شكل التباحث حول تصور الاستراتيجي وإعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع التنموية لمنطقة نواذيب الحرة موضوع لقاء جمع مساء اليوم بن واذيب رئيس سلطة منطقة واذيب الحرة السيد محمد والدف بسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بلادنا صاحبة السعادة كارولا مولر هولتكامتر. وهي خلال هذا اللقاء أعربت سفيرة الألمانية عن اهتمامها بمختلف مراحل هذه المشاريع بغية حث رجال الأعمال الألمان على الاستثمار في القطب التنموي الواعد. ومكن اللقاء من متابعة عرض يوضح آفاق الاستثمار في منطقة واذيب الحرة والمراحل التي قطعها هذا المشروع الاستثماري. انطلقت اليوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في نواكشوط أشغال ملتقى للتقويم الذاتي المؤسسي للجامعة ومكوناتها. وينظم هذا الملتقى من طرف جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية سعيا إلى تطوير الخبرة البشرية الضرورية على مستوى الجامعة. 12 عضوا من مختلف مكونات جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب بكليتيها العلوم والتقنيات والطب والمعهد الجامعي المهني شكلوا فريقا في الملتقى المصاحب للتقييم الذاتي المؤسسي للجامعة ومكوناتها الثلاث بهدف القيام بعمليات التدقيق على مستوى وحدات هذه الجامعة العلمية للتغلب على النواقص. الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو انطلاقة نشاطات خبير على مستوى جامعة سيقوم بمرافقة الجامعة، وهو خبير طبعا من اتحاد الجامعات الفرنكوفونية، سيقوم بمتابعة الجامعة في التدقيق الداخلي بالنسبة للجامعة ككل وبالنسبة لمختلف مكوناتها التابعة لهذه الجامعة. إذن الانطلاقة ستكون هذا اليوم، وبعد ذلك سيقوم الخبير مع الفريق الذي تم تشكيلته على مستوى الجامعة بزيارة مختلف مكونات الجامعة ووحداتها والتعرف على مدى ملائمة نظام العمل على مستوى الجامعة مع نظام مرجعي تم إعداده من طرف اتحاد الجامعات الفرنكوفونية. هذا النظام المرجعي هو المبدأ الأساس
والذي يتضمن كل النقاط الجوهرية التي يجب الالتزام بها والتقيد بها في المسلك الجامعي بشكل عام. الملتقى المنظم من طرف جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب اشرفت على انطلاقته الرسمية الأمينة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة عائشة داود الجلو، وقالت في كلمتها بالمناسبة إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قدم خطة لتطوير القطاع على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتتركز هذه الخطة على تعزيز الإدارة المحكمة وتحسين الولوج إلى التعليم الأكاديمي النوعي وتوفير الشغل لحملة الشهادات وترقية البحث العلمي، وهو ما يتنزل فيه موضوع هذا اللقاء الأكاديمي. البروفيسور أحمد الحوب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب بيّن أن الجامعة شرعت منذ تأسيسها 2012 في تطبيق مسار يعتمد على تحسين الإدارة الجامعية من خلال وضع مبادرة نوعية المشاركة وتعزيز جودة التكوين ودعم المهنية والخلق والإبداع في مجال البحث العلمي والحرص على إمكانية توفير وظائف لخريجي الجامعة. أما البروفيسور رايمون فيليب جري الخبير من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية فقد تحدث هو الآخر عن طبيعة هذه المهمة التي قال إنها تعني التحسيس بين الزملاء والأصدقاء، وهدفها إعداد تقييم للمناهج الدراسية، وتحدث عن الأطر المرجعية للنظام المؤسسي للمؤسسة الذي يتضمن 4 محاور هي التكوين، البحث العلمي، الحكامة، ووضعية الطلبة داخل الجامعة. نظمت منظمة الأمل والعمل صباح اليوم بالعاصمة نظمت ورشة تحسيسية للفقهاء حول الفتوى الموحدة ضد الاسترقاق في إطار انطلاقة مسلسل إعداد كتاب أبيض حول القضايا على الاسترقاق. وتميزت الورشة بمشاركة كوكبة من الفقهاء والعلماء وهيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال. رئيس منظمة الأمل والعمل السيد الشريف محمد فاضل الشخصي ذاتي أكد أهمية هذا اللقاء في دعم حقوق الإنسان وتجسيد دولة القانون. وفي كلمته الافتتاحية أوضح مستشار وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عبد الله والإمام، أكد أن المواضيع والمحاضرات التي ستعرض خلال هذه الورشة كفيلة بتنوير المعنيين حول فهم وتطور مخاطر ظاهرة الاسترقاق وإعطاء المفاهيم الصحيحة من الكتاب والسنة سبيلا لبناء وطن موحد ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار. في الأنباء الدولية مشاهدينا الكرام، أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم إثر مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية مع قوات من الجيش الإسرائيلي، وقد جرت مواجهات عند مدخل سجن عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، أصيب خلالها 4 فلسطينيين. وكان طلبة جامعيون نظموا صباح اليوم مسيرة باتجاه هذا السجن قبل أن تندلع مواجهات عنيفة استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنين اثنين تعرضا للإصابة في مواجهات أخرى ببلدة صوريف إلى الغرب من مدينة الخليل. وعلى مدخل مدينة طول كرم الغربي شمال الضفة الغربية فرق الجيش الإسرائيلي مسيرة للفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن 8 إصابات. وصل ما يقارب 1000 مهاجر اليوم على متن قطار إلى سلافونسكي برود في كرواتيا، حيث أقيم مركز استقبال جديد معد لفصل الشتاء بهدف تسهيل مواصلة رحلة المهاجرين نحو أوروبا الغربية. وتبلغ قدرة استيعاب هذا المركز المجهز حوالي 5000 شخص، ويتوقع أن يحل هذا المركز تدريجيا محل مركز الاستقبال الحالي في أوباتوفاتش على الحدود بين كرواتيا وصربيا. أكد متحدث باسم وزارة الطيران المدني في مصر أن جميع الطرق الجوية فوق شبه جزيرة سيناء آمنة ومفتوحة للطيران، وذلك ردا على قيام بعض شركات الطيران بتغيير مساراتها عقب سقوط طائرات روسية السبت الفائت. وقد لفت المتحدث المصري
في حديث صحفي لفت إلى أن الصناديق السوداء للطائرة الروسية تخضع للتحليل في القاهرة وليس في موسكو، لافتا إلى أن لجنة التحقيق تعمل داخل الأراضي الروسية في ظل تعاون كبير بين البلدين. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع الأخبار الرياضية مع منامت محمد. يستعد مدرب المنتخب الوطني الفرنسي كورتين مارتينيز لإعلان القائمة المستدعاة لمواجهة المنتخب التونسي مساء 13 من الشهر الجاري، وذلك بالملعب الأولمبي ضمن الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستجرى بروسيا خلال العام 2018. من جهة أخرى، سيكشف المدرب التونسي البولندي هنري كاز بارازاك القائمة التي سيواجه بها منتخبنا الوطني، وذلك يوم الخميس المقبل بمباني الجامعة التونسية. وفي سياق متصل، ستشهد المواجهة القادمة بين منتخبنا الوطني لكرة القدم المرابطون ونظيره التونسي نسور قرطاج غياب هداف النادي الإفريقي والمنتخب التونسي صابر خليفة، وذلك لداعي الإصابة. وقد أكدت البحوث الطبية التي أجراها اللاعب حاجته إلى الراحة لمدة أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام نظيره ترجي جرجيس. ويعد اللاعب السابق لمارسيليا الفرنسي والترجي وحمام الأنف التونسيين أحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي. يقترب حارس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سليمان جارلو من التعاقد الرسمي مع نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي الذي يعد من بين أندية القسم الأول بالدوري الأمريكي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع الحارس بعد المباراة القادمة التي سيجريها منتخبنا الوطني مع نظيره التونسي. ويعتبر سليمان جارلو من بين أبرز حراس المنتخب الوطني بعد المرحوم لامين جوب. وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام وقفتنا الرياضية لهذه الليلة وعودة إلى بتة. منى، نختم بالعناوين. رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلادنا. قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية ينظم يوما إعلاميا لتحسيس حول مؤشر تعاطي الأعمال Doing Business والتي التقدم الذي حققته بلادنا على هذا المؤشر. إصابة عدد من الفلسطينيين اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال شهدتها بعض المدن الفلسطينية. نشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، ونعود لنلتقي عند منتصف الليل في نشرة إخبارية أخرى. إلى ذلكم الحين، إلى اللقاء.